بهوية الصيد احنا شدينا عند الوالدين والاصدقاء الوالدين تقريبا دابا تقريبا جاي شي 20 عام وانا كنصيد تقريبا من كانت عندي 10 سنين وانا كنصيد. واش كتصيد غير في رمضان اولا في العام كله؟ ايام كلها كنصيد، كنصيد هواية ديالي، ما كاين اللي كيصور بها طرف ديال الخبز، كتلقاه كل نهار في البحر، حنا كنصيدو من السيمانة للسيمانة، ثلاث أيام في السيمانة، الصيدة زوينة تتلهى فيها، كدوز فيها الوقت ديالك. والصيادة في رمضان؟ الصيادة في رمضان كتعاونك شوية على الصبر، تعاونك شوية، هنا كتجي كتجلس في الدار، تتبقى جالس دير، ما خرجتي من الخدمة راه كتجي لهنا، ولا ما عندكش خدمة كتجي لهنا. رمضان المهم كتجي الوقيتة ديالك تجيب حوتات. صيدتي شي حوت برمضان دابا؟ اش من نوع هاد الحوت؟ الشرغو، كاين الشرغو تقريبا، كاين البحر شويه الحوت ما باغيش ياكل هاد الايام، البحر شويه بارد داكشي علاش. اغلبيه كنصيدو الشرغو. الشرغو صاحبي تا هو السيمانه اللي فايت صيد واحد الدري، جميع الحوت كيجي ياكل من هاد الربيع، كاين البوزروك، كاين القيمرون صغير، كيجي الحوت كيتقاوت من هنايا. ومني كيكون كيعمر بحال البحر بحال هكا كيدخل، كيكون الحوت تقريبا كيبغي يدخل ياكل، يدخل كيستغل ديك الفرصه باش يدخل ياكل ويخرج. والبلاصه اللي فيها الصخر جميع كاع البلايص اللي فيها الصخر فيهم الحوت، داكشي علاش حنا كنجيو نصيدوا في الاماكن اللي فيها الصخر. بحال كاين هنايا، كاين محمديه، ونتمناو منه قنوا يديروا لنا شي بلايص فين نصيدوا، شي بلايص فين نتقادوا، حتى حنا شباب حتى حنا بغينا نتلاهاو حتى حنا بحال هكا، بحال الناس ديال برا راه حتى هما محضرين، حتى هما دايرين لهم بلايص فين يصيدوا. دابا تنعمر الموليني، كنوجد راسي باش نشحطها كما تيقولوا الرياض. واش غنقول لك مع تماره والستريس ديال الخدمه وهادي ضروري، هذا هو المتنفس الوحيد اللي تنخرجوا نتنفسوا منه، غير ما تيقادوش لينا باش نريسوا. كاين شي بلايص فيهم الطرياس مابقاوش كيخليو كاع البنادم يدخل لهم، هنا كيكون الدرعي كيكون تكون زريقه كيكون تشرغو. المهم انت وزهرك كتاكل الحوت ديال بصح، اما بعض المرات كيكون الحوت في السوق ماشي شي حوت، كيكون فهمتيني كونجلي، كيكون وكيتباع بالثمن. هنا راه كتشدو راه ما كيسواش هذاك الثمن اللي كيتباع به. هنا راه كاينين شي وحدين اللي تقدر تبيع ليه الحوت حتى ب 600 700 درهم ويشريها من عندك، لا الشاقه ديال الحوت. Pendant la période d'été, je pêche dans des différents endroits. Là, on se trouve à bon, la région de l'Ancre, mais je peux aller pêcher par exemple à Bouzneqa ou à Mohammedia, à Tamarès, bon, dans des différents endroits. Là où ça me plaît, la mer elle est encore froide. Donc quand la mer est froide, bon, bah, ça ne mord pas plus que quand il fait trop chaud. La pêche, c'est un sport aussi, hein. Ça demande de la patience parce que bon, bah, tout le temps qu'on est en face des vagues et de la mer, bon, bah, on ne pense pas à autre chose. C'est mon quatrième poisson que j'ai pêché. Je souhaite toujours pour en pêcher d'autres. Le genre de poisson que j'ai pêché, bah, c'est le pajot. Quand j'ai l'air dans le bar, quand on s'est réveillé, le temps est venu bien. Et le Aziz Andi. عزيز عندي الهوايه ديال البحر والهوايه ديال الحوت الصيد. كتصيد في العام كله ولا خصوصا في رمضان؟ مرة إلا جابني الوقت هنا صافي، ماشي زعما ديما، غير مرة. خصوصا في رمضان؟ خصوصا في رمضان. حيت رمضان الهوايه ديال البحر أحسن من سميتو من الدار. إذا كتجيب المغرب ديالك بالصيادة؟ المغرب ديالي في الصيادة صافي ونمشي للدار. ملي بدا رمضان دابا وصيدتي شي حاجه؟ جبتي شي حويتات؟ لا صيدت وحده اللي صيد. الصياده واحد الهوايه زوينه ديال الكالم مع راسك وصافي. احسن تهضر في الناس ولا تمشي تلعب الكارته ولا تمشي تخاصم ولا تمشي، كتعلم الصبر كتعلم الكالم.